يقول هذا السائل أبو علي: فضيلة الشيخ، بالنسبة لسجود السهو متى يكون قبل الصلاة ومتى يكون بعدها؟ وهل لو ترك ذلك يكون بعد الصلاة، هل يجزئه ذلك؟ سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل إن كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران، وإن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فإن الأفضل أن يكون بعد السلام لأنه ليس جبرانا وإنما هو ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.